بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي متابعي مدونة شرارة تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هكون الدرس السابع في حزمة هتتعلم فوتوشوب اللي بتقدمها لكم مدونة شرارة تي في. هنبتدي كده إن شاء الله. تقريبا إن إحنا آخر حاجة أخدناها كان وقفنا عند الإريسر تول. هنبتدي بقى النهاردة نتعرف على الأدوات الجديدة. في أول أداة بعد كده هي أداة الجريديانت وأداة البينت باكت تول. خلينا نشوف بقى الأدوات دي بتشتغل إزاي. هنروح طبعا فورا عند فايل، أو النيو، مش مشكلة دلوقتي برضو أي حاجة أي صفحة، لكن المرة دي أنا عاوز أخلي الصفحة ألغي دي كده وأقول له بس عند ترانسبيرنت دي خليها لي وايت. أوكي تمام. جريدينت دي يا جماعه اداه بتسمح لي ان انا اعمل حاجه اسمها تدرج لوني. يعني ايه تدرج لوني؟ خلينا نشوف مثلا حاجه شكل كده. زي ما احنا شايفين الباك جراوند بتاعي يا جماعه، او ورقه العمل بتاعتي، موجود فيها تدرج لوني، او بمعنى صح مش موجود فيها لون واحد. يعني لو جينا هنا هنلاقي ان هنا في لون اسود بيبدا يخف الاسود بالتدريج، واحدة 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 لغاية ما بيوصل للون الأبيض. إذا أنا عملت تدرج لوني يبتدي من الأسود، خدوا بالكم بقى من الأوبشن تول بار، وبينتهي عند الأبيض. طيب لو أنا عاوز أعمل تدرج نفس ده بالظبط بس بيبتدي من فوق لتحت، ببساطة شديدة جدا هروح أبتدي من فوق كده وأدوس كليكاية وأسحب، ويفضل أكون دايس شيفت وأسيب. فعلا عمل لي تدرج لوني. لاحظوا حاجه بقى يا جماعه، ان عندي في الاوبشن تول بار بتاعي بيديني مجموعه اشكال فوق زي ما انتم شايفين كده، بقدر اغير بيها شكل الجريدينت بالطريقه اللي انا عاوزها. يعني اللي انا واقف عليه ده بالظبط اسمه الريدايل، او بيخليني اعمل تدرج في شكل زي الدايره كده. لو دوست عند الاول كده ورحت دوست كليكايه هنا وشيفت و سبت الماوس بتاعي، لقيت التدرج اخد شكل كانه قسم لي الصوره نصين كده، نص اسود ونص رايح الاسود على الابيض اللي هو رمادي مثلا، ونص ابيض. لو عايز ابتدي من تحت لفوق ادوس هنا برده مفيش اي مشاكل خالص، هلاقيه بدا فعلا من تحت لفوق وهكذا. عاوز اخلي الشكل ده دائري، انشط الاداه دي وهدوس كده. ايوه فعلا عمل دايره. ممكن اخلي الدايره تحت شويه، ممكن اكبرها شويه، ممكن اجيبها من تحت لفوق زي ما انا عاوز. بعد كده عندي شكل تاني يعني يشبه شويه كده ان هو بيقسم الصوره بطريقه شارب زي ما انتم شايفين، حاده شويه وهكذا. عاوزك بقى انت تجرب مع نفسك الاشكال دي. بعد كده عندي شكل تاني هنا وشكل تالت. اللي يهمني دلوقتي يا جماعه ان انا اعرف حاجه، لو انا دوست هنا عند شكل الجريدينت الاسود والابيض ده، لو انا عاوز اغيره واخليه لونين تانيين هعمل ايه؟ لو دوست كليكايه هنا هتلاقيه الفوتوشوب فتح لي ويندو خاص بمجموعه الجريديانات اللي موجوده عندي على البرنامج. زي ما انت شايف اقدر اختار اي شكل انا محتاجه، واي شكل انا بختاره بلاقي تفاصيله بتظهر تحت هنا يا جماعه. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا اخترت شكل زي ده اللي هو ازرق واصفر وازرق بلو، حتى مكتوب اسمه بلو يلو بلو، فعلا هو اوله ازرق واخره ازرق وفي النص فيه اصفر. انا بقى مش عاجبني الاصفر ده عاوز اغيره، اعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا انا لو دوست كليكايه هنا هلاقيه فتح لي تحت قائمه اللون اللي انا دوست عليها وهو الاصفر. لو دوست هنا كليكايه هلاقيه طلع لي ويندو تاني بيقول لي اختار منه اللون اللي انت عاوزه. لنفترض ان اختار الاخضر مثلا واقول له اوكي، فعلا بقى ازرق واخضر وازرق. خلينا نقول اوكي كده ونشوف ايه اللي هيحصل. عملت كده فعلا جابها لي بالشكل ده، لكن خدوا بالكم انا منشط انهي اداه عشان كده التدرج جاب الشكل ده. فاحنا المفروض الشكل المعتاد بتاعنا الشكل الاول في الجريدينت، فعامل كده هلاقيه فعلا قسم لي الصوره نصين بتدرج لوني، ازرق في الاول وازرق في الاخر واخضر في النص. عاوز اجيبه من الشمال لليمين هيبقى بالشكل لده، من اليمين للشمال هيبقى طبعا نفس الشكل وهكذا. يعني جميل. حابب ان انا مثلا اعمل فايل نيو وورقة عمل جديدة تانية وعاوز اعمل عليها نفس التدريجة، لكن انا رحت مثلا عند التدريجة دي وقلت اوكي
اخدتها وبعد كده ما عجبتنيش تدريجيا، انا عاوز اللي هي الازرق والاخضر والازرق، اعمل ايه؟ اروح اجيبها. لو دوست كليكايه هنا ورحت ادور على الازرق والاخضر والازرق، راحت فين راحت فين؟ ما لقيتهاش. ليه بقى ما لقيتهاش في مجموعه الجريديانات اللي موجوده عندي يا جماعه؟ لان انا عدلت على الجريديانت ده وخليت الاصفر ده، رحت هنا وخليته اخضر، ولما قلت اوكي ورحت اشتغل هنا قال لي اوكي ماشي مفيش مشاكل. لكن نسيت اعمل حاجه بقى، ايه بالظبط؟ نسيت اعمل سيف او اعمل نيو بمعنى ادق، يعني ايه؟ لان السيف هتخليها جوه عندي على الجهاز. انا المفروض دلوقتي ان انا اعمل نيو، لو دوست كده نيو هيقول لي فعلا انا نزلتها لك هنا باسم كاستم، اللي هو اللي انت عادي عاوز تسميها اسم تاني مثلا. لنفترض ان انا مثلا هسميها شرارة مثلا وهقول له نيو، هتلاقي فعلا نزلها لي باسم شرارة اللي انا عاوزه. لو وقفت كده بيها على الماوس هلاقي الاسم ظهر لي كده. انا اقدر انشئ جريديانات زي ما انا عاوز باي طريقة. واحد يقول لي انا محتاج ان الاخضر ده يروح شوية كده عند الازرق ويوسع شوية كده ويوسع شوية كده، يبقى هقلل كده وامسك دي كده اروح بيها. تمام، يعني ببساطة شديدة اقدر اصغر حجم اللون في الجريديانت زي ما انا عاوز، واقدر ان انا اكبره واقدر ان انا ازوده واقلله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عاوزكم بقى تجربوا مع نفسكم، تجيبوا اي جريديانت من اللي عندنا ده، نبتدي ندوس على الالوان نغير فيها، اختار اللون اللي عاجبني وبعد كده اروح تاني اوسعه او اصغره بالشكل المطلوب اللي يرضيني. جميل، يبقى انا كده عرفت ازاي استخدم الجريديانت وازاي الشريط التفصيلي ليها فوق في الاوبشن تول بار بغير من شكل لشكل ازاي، وازاي بقدر اعمل نيو او بقدر ان انا اصمم جريديانت خاص بيا انا اسميه باسمي انا احتاجه في اي لحظه. حاجه تانية بقى يا جماعه، لو انا حابب ان انا اسيف الجريديانت اللي انا صممته ده، لان انا ممكن طبعا لما بنزل ويندوز جديد فبيطلع لي كل الداتا والبيانات اللي موجوده في البرنامج عندي، فبدل ما اروح اصممه من اول وجديد هو عاجبني على كده هروح اعمل له طبعا سيف من هنا واقول له انزل في المكان وليكن مثلا عندي في الماي دي كومنتس بتاعتي واقول له سيف، هتلاقي الجريديانت اخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انا عملت سيف كده خلاص بقى متسيف في المكان ده، لكن هو بيقول لي كنسل، اقول له لا ده الجريديانت اللي انا عاوز اصممه ده اسمه شرارة واعمل له سيف، فعلا نزل كده الجريدينت بقى عندي موجود على الجهاز ببساطة شديدة جدا. لو حابب ان انا احمله لما الجهاز يكون عندي مسطبه من اول وجديد، هروح عند لود المرة دي واختار الجريدينت اللي انا عاوزه واقول له لود، هتلاقيه بقى موجود عندي في البرنامج كده. يبقى انا عرفت ازاي انشئ جريدينت، عرفت ازاي استخدم الجريدينت في اكتر من طريقة، وعرفت كمان ازاي ان انا اعمل لود وسيف للجريدينت. القايمة التانية عندي بقى اداة البنت باكت تول. انا عاوز مثلا لون معين للباك جراوند اللي عندي دي، ببساطة شديدة انشط الاداة بتاعتي دي واختار البنت باكت تول واروح ادوس كليكاية. لكن طبعا انا كنت عامل جريدينت فانا اختار فايل جديد، فايل نيو، نفترض ان انا الورقة بتاعتي بيضة كده، هو بيختار الفور جراوند كولر اللي عندي وعلى اساسه بيديله لون معين. الفور جراوند كولر فين عندي يا جماعة؟ ده اللي قدام ده اللي هو اللون الاسود اسمه فور جراوند كولر، واللي تحتيه ده اسمه الباك جراوند كولر. البينت باكت تول بتبقى متسيستمة على انها بتدي اللون اللي موجود في الفور جراوند كولر. يعني لو نفترض ان ده الفور جراوند كولر وانا عاوز اخليه مثلا احمر واقول له اوكي، ورحت نشطت اداه البنت باكت تول ورحت دايس كليكايه، يبقى اكيد اكيد الباك جراوند بتاعي ياخد اللون الاحمر. ولو حابب ان انا اغير الاحمر بكل بساطه اغير الفور جراوند كولر اخليه ازرق مثلا واقول اوكي، اتاكد انه فعلا بقى ازرق هنا، اروح ادوس كليكايه واحده هلاقيه اداني لون ثابت في كل الاتجاهات بتاعه ورقه العمل، او بمعنى ادق مش تدريجه زي اللي كنا اخدناها من شويه في موضوع الجريديانت تول. بعد كده يا جماعه عندنا ان شاء الله النهارده برضو في الدرس، يعني اعتقد ان احنا ممكن نكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.